السلام عليكم، مساكم الله بالخير. معاكم الإعلامية سبيكة الدوسري. اليوم حدث تاريخي عظيم في المملكة العربية السعودية. اليوم راح نقود سيارتنا بأنفسنا بدون أي مساعدة. تفصلنا ساعات قليلة، 6 ساعات على الساعة 12، وإن شاء الله راح نطوف جسر الملك فهد زائرين مملكة البحرين، مملكتنا الشقيقة الحبيبة، وراح يكون بمرافقتنا صحيفة الأيام. تابعوا أدق التفاصيل معاهم وشوفوا شلون المرأة تكون قوية بوطنها وبعزتها.